هذه المبادره كما كتشوفوا كما تفضلتوا غادي تستافد منها 200 مستفيد طفل كلهم كينتميوا للجماعات القرويه ديال الشلالات بالتعاون مع جمعيه نهضه الزناته وجمعيه بلادي وكذلك الهلال الاحمر المغربي وعدد من الفعاليات الجمعويه ومحسنين. فهذه العمليه اولا بدات هذه 3 ايام، مشاو الاخوان بعدا عملوا التحاليل كلها بالمستشفى مولاي عبد الله وعلى جريان الدم وعاد العدد ديال الامور اللي كتبان لهاد الاطفال اللي كلهم يعني كانت عندهم التحاليل مزيانه، فهما اليوم اللي غادي يقوموا لهم بعمليه الاعذار الاطباء. بطبيعه الحال هادو افارقه جاوا اليوم حتى هما كيستافدوا في اطار العمليه الاخويه، وهادو اشقائنا والمغرب الحمد لله دخل وحدة الثوره الافريقيه وهاد الناس ديالنا. حنا ما كنحسوش بشي مركب نقص، بالعكس كي مغربي كي افريقي حنا مرحبا بهم، الف مرحبا بهم. جاوا حتى هما تعاملنا معاهم بنفس الطريقه اللي كنتعاملوا مع اخواننا الاشقاء المغاربه. ميرسي فريمون بوكو، انا فريمون بريسي لي سيس كو فدي في اوجوردي بون لا فرحانه بهادشي. ومبادره زوينه يعني وعاونت الناس. سا ايتي سا 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 سي بيان باسي، اون ا ايمي Vu que c'est aussi gratuit, on remercie beaucoup la société, l'association. Nous notre demande de l'homme est aujourd'hui dans cette opération, qui est l'opération d'éradication de la rabaie 14. Ils savent de 200 enfants à la niveau de l'économie des chalets, de l'Harouda, de Beni Khalaf, de Sidi Mouslim Jdoub, de l'économie Mohammedia. Cette opération est chargée d'un ensemble de médecins. المتواجدين بالمستشفى الاقليمي بالمحمديه. هذه العمليه بتنسيق مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بعماره المحمديه ومندوبيه وزاره الصحه بالمحمديه والهلال الاحمر بالمحمديه وبتعاون مع جمعيه بلادي وكذلك مع مجموعه من المقاولات المواطنه والمحسنين غيستافدوا من عمليه. قبل عمليه الاعذار قمنا بعمليه تحاليل طبيه منذ يومين في اطار الكشف عن مرض جريان الدم. غيستافدوا من عمليه الاعذار اضافه الى المؤن الغذائيه والحفاضات والحلويات ولعب الاطفال وكذلك اضافه الى حفل غنظموا حفل بطقوس شعبيه يعني بالمولود. هذا الطقوس يعني بتقاليد المنطقه منطقه المجدبه بمنطقه الشلالات وغيشاركوا معنا مجموعه من الفرق الشعبيه المتواجده بمنطقه الشلالات. والحمد لله كنشكروا كل شيء من ساهم هذا في هذه العمليه والجمعيه نظمت هذه العمليه منذ 2003 يعني استافدوا 5164 منذ 2003 وكل سنه الحمد لله كيستافدوا معنا 200 حتى 250 وان شاء الله السنه المقبله ان شاء الله لان المنطقه محتاجه لهذه عمليه الاعذار وحنا كنحاولوا باش نضموا في اطار ظروف طبيه. هذه سنه مميزه استافدوا معنا مجموعه من الافارقه 5 افارقه السنه المقبله كانت 2 افريقيات. هذه العمليه كتدخل في اطار عوده المغرب الى الاتحاد الافريقي.